والرأس الأخضر وفوز على كونغو، كان طبعا في بداية مشوار مع وجود إصابة جنش في التدريبات يوم الجمعة الماضية. أحمد حجازي واحد من نجوم البطولة حتى الآن لصنع هدف وسجل هدف، يا ولد على المرور والتألق، وادي حكم اللقاء كان باللاعب لومالا. لومالا لومالا خطير خطير لومالا، ولد على ماهر أمامنا هنا التغطية وركنية لصالح المنتخب الأوغندي المتطور، منتخب أوغندا الحقيقة. أدي المرور عامل أداء مميز جدا، تريزيجيه اللي سجل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي من نفس الحيطة الديمقراطية ثم تراجع في الأداء أمام زيمبابوي، وادي كرة في المرمى يا ولد الشناوي، يا ولد الشناوي محمد الشناوي، بص الخطورة، بص الاستلام، بص المهارة هنا من الخطير أمامنا هو اللاعب رقم في المساحة وثغرات وسط الملعب وفاروق ميو. عدم التفاهم، عدم التفاهم، الشناوي اتكلم لكن باهر المحمدي مش مدي الأمان، مش مدي الأمان. لكن شوف هنا، شوف الخطأ أمامنا هنا في اللقطة الماضية، زراء بيحضروا المباراة، ادي الكرة الخطيرة بتاعت اللاعب مية، أول مباراة وأوغندا عندها ركلة ركنية خطيرة المنتخب للأوغندي في الكرات الثابتة ركنية للجزاء، لكن منتخب أوغندا بيضغط وبقوة ويحاول، لكن الكرة تطلع إلى خارج الملعب. اعتمادهم على اللاعب أمامنا هو أوكوي اللي بيلعب في نادي سناوي أنقذ كرة مية، وأيضا الخطأ الدفاعي اللي أنقذ الموقف باهر، لكن توقف اللعب لعلاج الحارس محمد الشناوي. هذه أمامنا هنا يبدو في أيضا في سيريسكا في السويد حاليا معار من نادي كالمار. مباراة رقم 100 في دور ال 16، هذه أمامنا استلام الخطير جدا أوكوي، خطير خطير. حتى الآن أوغندا أفضل، حتى الآن منتخب أوغندا هو الأفضل، مصر وغانا وطبعا جمهورية الكونغو والمنتخب الأوغندي. أحمد حسن كوكا في التشكيل، ونتمنى إن شاء الله في هذه اللقطة أحمد حسن اللاعب علي غزال. سلامات لأحمد حسن كوكا، 23 لقاء. فاول لصالح المنتخب الأوغندي المميزين أوغندا، قوية قوية كرة، كل كرة هتشوف أمامنا هنا الكرات الثابتة اللي بتتلعب من جانب اللاعب 100. أدي فاروق 100، 21 سنة فاروق 100، 21 سنة كل الكرات الثابتة بيلعب. أمامنا ظهور لعبد الله السعيد، ظهور أول يمكن في اللقاء لعبد الله، ولكن أدي تريزيجيه يتحرك، تريزيجيه واحد من أفضل اللاعبين في منتخبنا اللاعب تريزيجيه الحقيقة يعني. هو أيضا سجل حجازي هدفين دوليين، وأدي أمامنا الحارس أونيك شيفس، أمامنا هنا اللاعب وليسيبيو كان بيلعب في جورماهيا، وأدي انطلاقة خطيرة، خطرة خطرة جدا، خطرة جدا من جانب اللاعب لومالا اللي بيبحث عن أول أهدافه الدولية. 8 وقوي تريزيجيه، تريزيجيه عدي، لكن حط جسمه، حط جسمه المدافع بيلعب قلب دفاع مع اللاعب أواني، وأدي كرة محمد صلاح، لكن حط جسمه كويس أوي الحقيقة اللاعب تيموتي دينيس أواني. 29 لقاء من اللاعبين أيضا اللي كانوا موجودين في البطولة الماضية. المنتخب المصري يبحث عن خروج الامن، ومش ممكن بقى، مش ممكن، مش ممكن. الن كيماندي في هذه اللقطه بوسط الاستلام، ولا حد ضغط ولا حد قابل، وتيجي في منتصف المرمى الكره دي لف زاويه جول، الكره دي امامنا. وبص محمد الشناوي اللي الكره كانت ممكن تخدعه، خد خطوه وبعد كده الكره كانت لفه، لكن صحح وضعه، شال الكوره، طور ادائك وتقدم الافضل، وادي الكرات الراسيه الخطيره، لسه الهجمه خطيره جدا. ليفربول امامنا يرجع كوره للمحمدي وهجمه تدينا نفس، لكن اونيانج ومحمد الشناوي اللي هو افضل لاعبي منتخبنا حتى الان، محمد الشناوي. ادي محمد صلاح كره ساطه في اتجاه مروان، تبديل اضطراري، اذكر بتبديل اضطراري تم في الدقيقه خطيره جدا، يا ولد يا ولد يا ولد، انقذها الشناوي ويعمل كارثه فدي وعملها في المرمى، لكن برافو محمد الشناوي نجم اللقاء الاول. وادي امامنا دونجا ورطه في اللقطه الماضيه، لكن امامنا هير لوميلا في دقيقه واحده كان ممكن يسجل الهدف، لكن في الاولى الشناوي انقذ مهيري رغم عامل الارض والجمهور، لكن حتى الان بلا خطوره. فاول صعبه قوي من جانب لاعبي منتخبنا، اخطاء في التمركز وأخطاء في ال 17، ومحمد صلاح سجل في تصفيات كأس العالم. صلاح يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عندك صلاح لا تخاف، عندك صلاح تنتظر.
تنتظر الجديد، تنتظر المزيد. محمد صلاح يضع الكرة زي الحديد في مرمى الحارس أمامنا. أونيانجو، أونيانجو في خبر كان أوغندا بتضيع، والشناوي يتألق، محمد الشناوي تألق، لكن مهارة محمد صلاح هي اللي تصنع الفارق. محمد صلاح فخر مصر أمامنا هنا، اللي بيضع الفاول اللي يدرس في كرة القدم. وادي صبر أمامنا، هو يسجل هذا الهدف بهذه الطريقة. ولوميلا، ولوميلا خلي غندي اللي النهاردة طمعان في منتخبنا. وادي تريزيجيه في اللقطة الماضية، تريزيجيه أمامنا تلعب كورة وتسيطر وتضيع تستقبل، لكن أمامنا هنا المهارة اللي عند محمد صلاح في الفاول، وتمريرة حلوة قوي أمامنا هنا. خلاص الأهداف في الكرات الثابتة والمهارات العالية من جانب النجم محمد صلاح اللي بيضع هذه الكرة بهذه الطريقة. الكرات اللي في العمق، لكن على طول تغطية دفاعية، ماهر بعقل قوي يشيلها أحمد ديمبا وبوي من رصيدة نقطة واحدة. أدي أمامنا هنا التحرك من جانب اللاعب رقم 7 تريزيجيه. تريزيجيه بيقدم أداء مميز جدا في البطولة، مين اللي ممكن نلعب معاهم في ظل احتلالنا المركز الأول. وادي كرة من النني إلى خارج الملعب، نلعب تقريبا يعني 40% من قوتنا يعني. شوف أمامنا أدي الكرة بتاعت محمد صلاح، وادي أمام نونجا، أدي الكرة مقطوعة من نونجا، خطرة جدا. لوميلا، لوميلا لعيب لعيب لعيب، لوميلا لعيب، لكن الشناوي حريف، محمد الشناوي جول حريف في اللقطة الماضية. بص أمامنا الراجل لوميلا في هذه الكرات دايما في زيادة عددية على المدافع، أربع فرص حتى الآن لوميلا. كرة على طول من اللاعب فاروق مية، أدي أمامنا دونج، الفوز والانتصارات وكل الأمور. أدي أمامنا هنا ضغط في وسط الملعب، لكن فاول لمروان، فاول على خالد أوتشو أمامنا هو. خالد أوتشو بيلعب في الدوري الهندي. من أيمن أشرف، محمد صلاح، لكن تصل المحمدي، الهداف 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 المحمدي. بص شوف الكورة، شوف الكورة وقسوتها، شوف الكورة وأحكامها. لكن مصر، مصر دايما مصر، إحنا مصر، إحنا مصر في الكورة يعني. أمامنا هو الرهبة والاسم واستاد القاهرة المخيف والمرعب، أحمد المحمدي منتخب أوغندا صدق نفسه إن هو يسجل وإن هو يفوز زي ما مدغشقر عملت. لكن محمد صلاح بالفاول والهجمة اللي اتعملت حلوة قوي، أيمن أشرف عاملها حلو، تعدي من محمد صلاح والمحمدي الجميل اللي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. هنا في انطلاقة من جنب اليمين واللاعب اللي بيسدد، ودانا خطيرة 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 الكرة، لكن راية وتسلل عالمية. لازم بقى نتجاوز أخطائنا، الأخطاء فين؟ الأخطاء كتيرة في الشوط الأول، أخطاء يزيد قوي. فاروق مية التمريرة في العمق، أدي أمامنا باهر، أدي باهر مرتبك بإذن اللاعب فاروق مية هو المحرك. وأدي كرة عرضية خطرة، لك برافو برافو طالك، واحدة لمحمد صلاح، هي الهدف، هي الثاني، هي الثاني لصلاح والثالث يا ولد يا تريزيجيه. أمامنا صنع هدف لمحمد صلاح في المباراة الماضية وسجل في مرمى زيمبابوي. وأدي أمامنا محمد صلاح 8 أهداف في آخر 8 مباريات تنافسية للمنتخب المصري. شوف جاسي أوكوي وحجازي يلعب كرة عرضية، باهر 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 باهر، مش ممكن مش ممكن ده حد بقى يراقب باهر بقى. مش ممكن يا باهر، باهر المحمدي في هذه الكرات مرتبك الحقيقة، مرتبك يعني. أجيري يدي فرصة للاعب مميز، أصل خطيرين جدا اللاعب فاروق مية، وركنية جديدة. ونادي الكرات اللي سجلوا من كرة شبيهة في مباراة الكونغو، سجل في مباراة الكونغو منتخب أمامنا أهو أوغندا، بيلعبوا على الكرات دي، بيلعبوا على الكرات دي. طبعا أوغندا من الدول اللي بتقع فيه بشكل مميز جدا، لكن ما بيصلوش الى تسجيل اهداف. ان شاء الله تستمر الامور على هذا المنوال. فاول على نبيل دونجا، فاول على دونجا 23 سنه دونجا. هنا 100 100 اعتقد هو 100 اللي بيسدد دايما الكرات الثابته. خطير 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 فاروق 100، خطير خطير، واحد من اللاعبين اللي بيملك 61 مباراه، ده اللقاء رقم 60، سجل 22 هدف مع المنتخب، 22 هدف مع المنتخب. ادي امامنا 100، لكن الثابته والراسيات خطره جدا، لكن الدفاع واوتشو وايمن اشرف، وايمن اشرف تمر بسلام وامان. أيمن أشرف كانت تبقى نيران صديق مقطوعة، مرة ثانية تعود الكرة انطلاقة خطرة من آلن. وأدي أمامنا أوكوي وحكم اللقاء أمامنا هو يدي فاول، يدي فاول أمامنا هنا في هذه اللقطة، الحكم بيدي فاول ويدي فوتو. 3 أهداف في لقاء ذهاب هدفين ولقاء من ركلة جزاء، وكرة من 100 إلى خارج الملعب. أدي أمامنا هنا فاروق 100 نجم المنتخب الأوغندي، هو نجم أوغندا على فكرة.
هذا اللاعب هو نجم المنتخب الأوغندي أحمد حجازي. أحمد حجازي والورطة مش ممكن. في ايه النهاردة؟ في ايه النهاردة؟ مش معقول الاخطاء الدفاعية القاتلة. احمد حجازي ما ينفعش يسند هنا في اللقطة الماضية، ما ينفعش يسند، واكوي كان هيكوينا، كان هيكوينا بهدف في هذه اللقطة. لكن ايه المرمى ايه مقفول، لكن يطلع برضو تقابل مين في نصف النهائي؟ ممكن المغرب مثلا. يعني كل دي امور لا ده وفقا للترتيب الحالي. ممكن النهارده شفت حضراتكم النهارده مدغشقر عملت انقلاب في كره القدم، عملت يعني برضه يعني اللي النهارده مش في مستواه رغم الهدف الجميل. وادي امامنا هنا الفاول، ولكن لمسه يد امامنا اهو. ادي دونجا حسن كتير قوي، دونجا الشوط الثاني حسن كتير يعني الحقيقه. تدلع محمد صلاح لتريزيجيه، دايما الكره عند